هذا ويمتد العمل الصحفي في مملكة البحرين منذ نشوء أول صحيفة محلية عام 1939، وهي الصحيفة البحرين، ليتوالى بعدها صدور العديد من المجلات والصحف التي تؤكد على ثبات ورسوخ مبادئ حرية الرأي والتعبير في المملكة. للصحافة البحرينية تاريخ عريق يعود إلى عام 1939 مع صدور جريدة البحرين على يد مؤسسها الراحل عبدالله الزايد، ومن هنا انطلقت رحلة التنوير والتعبير لتتوالى خلالها نشأة العديد من الصحف والمجلات، والتي جعلت للبحرين مكانتها الريادية والمتقدمة في المنطقة. ولطالما تمتعت الصحافة البحرينية بسقف كبير من الحرية، والتي عزز أركانها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأكد عليها دستور مملكة البحرين. فأخذت الصحافة البحرينية دورها كحلقة وصل بين المجتمع والسلطات الثلاث، وفتحت صفحاتها لجميع الآراء والأصوات. وتكريما لدور الصحافة والصحفيين، أطلق العاهل المعظم أيده الله مبادرته الكريمة عام 2014 باعتماد 7 مايو من كل عام يوما للصحافة البحرينية، إحياء لتاريخها العريق وتأكيدا على أهميتها في عملية البناء والتنمية، وتكريما للصحفيين والأقلام الوطنية لدورهم التنويري. وقد رافق تطور العمل الصحفي في مملكة البحرين دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو الدعم الذي مثل دافعا قويا لحرية الرأي والتعبير، وهو دعم نابع من إيمان سموه بدور الصحافة المحلية الفاعل في التنمية والبناء والتطوير، وهو ما يؤكد عليه حرص سموه عبر لقاءاته الدائمة بالفعاليات الصحفية والإعلامية. ولعل أهم ما يؤكد هذه الإرادة هي الرعاية الكريمة من سموه من خلال جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، والتي يرعاها سموه دعما للصحافة الوطنية ورسالتها التنويرية، وتقديرا لجهود الصحفيين في تعزيز مسيرة الإنجازات التنموية. ويأتي استمرار دعم الجائزة بنسختها 7 بهدف تعزيز الحرية المسؤولة، كون الصحافة الكيان الذي لا ينفصل عن طبيعة المجتمع وظروفه الحياتية والمعيشية، والشريك الفاعل في كل صعيد وطني.